ديال لوحات المشروع برنامج مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أشغال هيئة الحي الرياضي على مستوى فضاء بن باب بوعماير والسلاوية. نتمنى أن هذا المشروع هذا يكون إضافة نوعية لمدينة مكناس. تحية من مكناس أمام المسبح البلدي اللي إن شاء الله قريبا غادي يفتتح الأبواب ديالو. كتشوفوا معنا كاين التراساج ديال واحد المشروع غادي يبدا ان شاء الله تعالى ديال تهيئه الفضاءات الرياضيه بالسلاويه ما بين باب بوعماير وسلاويه. ها هو المسبح البلدي. هذه دار الشباب عبد الكريم الخطابي، حتى هي راه كتعرف اشغال ديال التهيئه. ان شاء الله تعالى الافتتاح ديالها غادي يكون اضافه نوعيه يعني بعد لا ميزانيفو ديالها. وكتشوفوا معنا التراساج هو في الارض. غالبا غادي يوسعوا الطريق، غادي يديروا تروطوارات جداد وداك الشيء في هذه البلاصه هذه. وصراحه هذه البلاصه تستحق الاهتمام يكون كبير 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 كبير، لانها عندها واحد مكانه كبيره في الوجدان ديال المكناسيين. هنايا خرجوا الابطال، نادي الجون بازرا وانفاس معنا، كاين حدا الكلوب ديال الكوديم السباحه. كي قلنا هذه الفضاءات هذه عندها واحد المكانه كبيره في الوجدان المكناسي. اذا نتمنى ان هاد الاشغال ديال التهيئه تعطي واحد النفس جديد للرياضه والترفيه في مدينه مكناس ومنطقه المنطقه ما بين بوعماير والسلاويه. هانتوما كتشوفوا التراساج، وغادي نشوفوا حتى ديك اللوحه ديال المشروع شنو فيها من معطيات. نهاركم مبروك، تبارك الله عليكم.